قطعت المباراة عشانك. حلو والله. والله صدق. بجيب قول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا. تذكرون شركة رامون مال بزار، الشركة الإسبانية اللي لها وكيل حصري هنا في قطر؟ طبعا تكلمت عن كذا طور من عندهم في فيديو، راح أحط لكم الرابط ماله تحت، يتكلم عن المحل بشكل شامل يعني، وعن طور رامون مال بزار. وشفتوا كثير غراش من الغراش اللي كانوا يشتغلون عليها، والغراش اللي دخلها رذاذ أو قطع ذهب. الحين في الفترة هذه أو الأخيرة يعني، بعد مرور 3 سنين من الشغل بين الوكيل اللي هني في قطر مع الشركة الأم في إسبانيا، قدروا أن ينتجون كولكشن من 14 عطر يجونكم بهالشكل، والأسماء تنكتب هني. فشوفوا ما شاء الله تشكيلة الغرشة غير مختلفة، ما فيها ذهب. للناس، في بعض الناس كانوا يعني ما يحبون مسألة أن يكون داخل العطر ذهب، هذه ما فيها ذهب، كلها الـ 14 كرياشنز الجديدة اللي بيدي الحين اسمه عود برشلونة. في الفيديو هذا راح تشوفون إن شاء الله آراء الشباب ورأي أنا في العطر، ووصف بسيط عن العطر. لكن قبل لا أتكلم عن هذا العطر اللي بيدي على الأخص، خلنا أذكر لكم 4 عطور الحين موجودة في المحل تقدرون تروحون تشمونها. أول واحد اسمه نيو إيرا. نيو إيرا عبارة عن عطر فريش بس بشكل جميل جدا، تستخدمه في أي وقت، وكذلك ينفع للمناسبات الرسمية. العطر الثاني اسمه فلورس. فلورس فيه لمسات زهرية خشبية متزنة جدا، وطاغي بالأزهار أو الورد، وله طاغي بالنوتات الخشبية، عطر متزن. العطر الثالث اسمه أمبر. الأمبر هو عطر عنبري، جايب لمسات عنبرية غير عن الروائح العنبرية اللي شميتها من قبل. ريد أصفهان هو عطر ثاني أخليكم أنتوا تروحون تشمونه، لا ما يشبه عطر عود أصفهان أبدا. طيب الحين خلنا نتكلم في العطر اللي ماسك انا بيدي. هذا اسمه عود برشلونه. عود برشلونه مكوناته ايش؟ في افتتاحيته عندكم البرغموت مع الفواكه الحمراء، نعم مكس الفواكه الحمراء. في قلب العطر عندكم التفاح مع الورد والماجنوليا، ازهار الماجنوليا. طيب وفي قاعده العطر عندكم عود، نعم سمعتوها، عود مع باتشولي وشوكليت كافي. فمكوناته وايد حلوة يعني، شوكولات، عود، باتشولي، تفاح، افتتاحية فريش فروتية. تناغم هالمكونات كلها مع بعض يعطيك أو ياخذك برحلة عطرية جميلة جدا. أنا رشة هني عندي الدراي داون، فخلنا نشم الافتتاحية مرة ثانية. طبعا مدام اني رشيت هني عندي الدراي داون وعندي الافتتاحية، اول ما ترش العطر التفاح اللي موجود في العطر تقريبا يطغي على ريحة العطر، مع دعم شوية جاي من الباتشولي والورد، فيكون العطر مثل ما تقول مرات تحس انه مائل انه يكون شوية نسائي في افتتاحيته، بس يوم يبرد العطر يعطيك لمسة متزنة حلوة جدا من العود والتفاح. طبعا التفاح يعني من النوتات اللي موجودة هنا في العطر من افتتاحيته لين آخره، لكن ما هو من التفاح يعني، ما هي ريحة تفاح طاغية جدا تنفرك من ريحة العطر، أو ما تشم إلا مثلا ريحة التفاح في افتتاحية، لا تشم التفاح مع الأزهار، بعدين يبرد العطر تشم التفاح مع لمسات عودية. وحتى يعني يوم تخف شوية ريحة التفاح تناغم المكونات كلها من الفواكه الحمراء والبرغموت واللمسات الزهرية مع كذلك الباتشولي طبعا والعود. دائما خلط الباتشولي والعود يعطيك طابع جميل في العطور، لكن هني مع المكونات الثانية جاب لك توليفة عطرية مختلفة. أنا شممت شباب حبوه، في بعض الناس أول ما شموا العطر قالوا إحنا شمينا هالريحة من قبل. أنا عن نفسي ما شميت، طبعا ما شميت كل عطور الدنيا، فما شميت الريحة هذه من قبل، وعجبتني من العطورات اللي تشبعت فيها صراحة في فترة العيد، عشان شي وايد استعملت منه، وفي الفترة الأخيرة استعملت عشان أسأل الشباب. ما بطول عليكم، خلنا أترككم إن شاء الله مع آراء الشباب، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفس الورقة يا ما شمي وقولي إيش رأيك؟ خنينة ريحة، خنينة شوي، خنينة وايد، نص نص زينة يعني، زينة
كأنها مخلوطة مرشبة ورد ما أدري. ريحة حلوة يعني؟ حلوة ولا تجمليني؟ لا والله حلوة. حلوة؟ تسلمي. والله شخصية كبيرة. ولا بين سبورت هاي. أبي رأيك. بصراحة هاشم وعطني رأيك. زين وين رشيت هني ولا هني؟ رشيت هنا. لا والله عطر حلو خفيف خفيف وحلو. هاي واحد كم من عشرة تعطيه؟ والله من عشرة أعطيه سبعة. سبعة؟ سبعة. أوكي تسلم. الله يسلمك. كيف ممكن تشم العطر؟ رهيب من هنا قاعد أشم أنا. أيوة بس تسعة. قطعت مباراة عشانك حلو والله. والله صدق. بشوف جول لا تجامل من صدق ترى اسألك. والله ممتاز. خلاص بس مشكلة. شم العطر. والله حلو العطر. بس ما أدري وش صراحة ما أعرف مكوناته. ما أبي أعرف. مشكلة بس ريحته شلون أهم شيء. والله ريحته حلوة. حلوة؟ تسلم. كابتن. هلا. بدون مجاملات. جيب الكرة قوي يعني قوي حلو للأمانة. أنا مش متخيل إن رجعت الرجال هو رايح يركض عشان يشم عطر. ما علي سوري خربت الرتم. كمل جري كمل بس. عجيب قوي والله 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 تسلم قوي. سوري ها جبنا هدية.